ننتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث افتتحت جمعية مسلمي آيكن مؤخرا مسجدا جديدا في مدينة آيكن بولاية ساوث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الإسلامية والعامة في المدينة. وبحسب شبكة الألوكا، فإن المسلمين في المدينة يتطلعون إلى استغلال المسجد الجديد في إقامة عدد من الفعاليات الإسلامية والاجتماعية والثقافية بهدف التواصل مع غير المسلمين في المدينة. ويخطط المسلمون إلى استضافة فعالية يوم المسجد المفتوح قريبا للتواصل مع كافة أبناء المدينة.